وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التهنئة لجموع المصريين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية طوال فترة إجازة العيد وما بعد انتهائها. وخلال اجتماع مجلس الوزراء حرص مدبولي على تأكيد أن الحكومة تعمل بكل ما في وسعها لتكون الكمامات المستدامة متوفرة لدى المواطنين وبأسعار مقبولة وبجودة عالية في ضوء اتجاه الحكومة مثل باقي دول العالم نحو التعايش مع الفيروس خلال المرحلة الراهنة.